اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ عندي لكم خبر حلو قوي قوي قوي، بس الاول قبل اي حاجه عايز اقول لكم ان انا المايك دلوقتي ما عنتش حاطه قريب من بقي، يعني بقيت حاطه هنا قدام الشاشه، يعني بعيد عني. طبعا السبب هو ده حاجة حصلت مش بإيدي، يعني أنا مش أنا اللي قصد أعمل كده. هو اللي حصل بكل بساطة إن الحامل في الجزء ده المفروض المايك بيبقى إيه؟ مربوط في الحتة ديت، تمام؟ فالحتة اللي بيتربط بها المايك وسعت من كتر ربط المايك وكده وفك، وساعات كنت أقعد أعدل فيه وكده، فالحتة دي وسعت، فللأسف المايك ما عادش ثابت. فاضطريت بقى إيه؟ خلاص بقى ما عادش بستخدم الحامل ده، واضطريت أرجع المايك على الحامل الأساسي بتاعه. يعني بصوا، حتى أنا هوريكم الوضع عامل إزاي دلوقتي. بصوا، رجعته على الحامل الاساسي بتاعه اهو، تمام، وحطه بقى تحت الشاشه، يعني يعتبر بعيد عني خالص. فاعتقد بقى انتوا ساعات كتير كنتوا انتوا كتير جدا كتير جدا كنتوا بتقولوا لي يعني ابعد المايك عنك وكده، فدلوقتي المايك يعتبر بعيد جدا عني، فقولوا لي هل حاسين بتحسن ولا لا؟ يعني اتمنى ان يكون في تحسن. المايك بعيد جدا، يعتبر عني جدا جدا، يعني بصوا بعيد بعيد، يعني فاهمني. الخبر الجميل اللي عايز اقوله لكم النهارده ان شركه يوبي سوفت بعتت لي لعبه ذا ديفيجن 2 اهي، وضفتها على الايميل، ولسه بقى هحملها ونلعب بقى جيم بليز ونشهيص الدنيا بقى. قولوا لي مين متحمس للعبه ديت، لان بصراحه يا جماعه اللعبه دي الجرافيك بتاعها عالي جدا جدا جدا، وانا معجب جدا باللعبه دي، وان شاء الله اعمل لكم جيم بليز حلو ليها، ويا رب تعجبكم، يا رب يعجبكم التنويع اللي انا بعمله في القناه دوت. يعني مبدئيا كده الفتره الجايه ديت ممكن نركز مثلا على ديفيجن 2، ويبقى معاها ببجي موبايل، ويبقى معاها جاتا في، ويبقى معاها ساعات فري فاير كمان كده، في تنويع احاول اظبط الدنيا ديت. بس يعني الفتره الجايه احاول اركز قوي على ديفيجن 2، لان انا بصراحه اللعبه دي كنت يعني كان نفسي تبقى عندي بفارغ الصبر، يعني اللعبه دي بجد يعني انا بحبها قوي قوي. طبعا استنوا كده بس اما اجي اجرب، يعني هبدا الداونلود. هي فيها عربي طبعا؟ ايوه فيها عربي اهوت، زي ما انتم شايفين فيها عربي، هضيف العربي طبعا. ماشي، وماشي انا هحملها على الهارد الاس اس دي، هحملها على الهارد الاس اس دي. يا ترى تحتاج مساحه قد ايه بقى؟ ماشي، احنا نجرب كده، نكمل تحميل انجليش والعربيه. ماشي، كام جيجا يا ترى؟ اوه 43 جيجا وشويه، مش لا تخلص بسرعه، ما تاخدش حاجه ديت، تخلص على طول. بس كده يا جماعه، يا ريت تقولوا رايكم في الكومنتات، واللي متحمس اللعبه دي يكتب لي في الكومنتات. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعه، عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.